أجرى وزير الكهرباء زيارة للعتبة العباسية المقدسة، واطلع على محطة التحويل الثانوية الكهربائية الواقعة في منطقة الزبيلية على الطريق الرابط بين طريقين نجف كربلاء وباب الكربلاء، والتي أنجزتها الطواقم في قسم المشاريع الهندسية على مساحة تقدر ب3000 متر مربع للمساهمة في إيصال تيار كهربائي مستقر غير متذبذب. شرفنا اليوم بزيارة العتبة الحسينية والعتبة العباسية، ونشكر العتبة العباسية بتبرعها بأراضي لإنشاء 4 محطات تحويلية في محافظة كربلاء، وإن شاء الله التعاون مستمر بيننا وبين العتبة لإنشاء المزيد من هذه المحطات، ومتواصلين معهم إلى تغذية المحافظة بالكامل إن شاء الله بالطاقة الكهربائية بدون نقص إن شاء الله في العام القادم. بصراحة جهود العتبة العباسية جهود كبيرة في إيصال تيار الكهرباء ومساهمة في تحسين القدرة الكهربائية للمحافظة بأكملها، وإن شاء الله نطلع إلى مزيد من الجهود من العتبة العباسية بالتعاون مع كوادر وزارة الكهرباء في المحافظة. حقيقة اليوم زار معالي وزير الكهرباء مشاريع العتبة العباسية، بالذات مشاريع الكهرباء محطة الزبيلية، هاي المحطة الثانوية جزء من عدها أنشأتها العتبة العباسية المقدسة تحويلية 33/11، والجزء الآخر هي محطة بنتها وزارة الكهرباء الموقرة. زارهن واطلع على الأعمال المنجزة حقيقة، وأشاد بهذا المشروع ككفاءة أجهزة وكفاءة مواد وكفاءة عمل أنجزتها العتبة العباسية خلال مرحلة قصيرة. الحمد لله العتبة العباسية كما تعلمون تساهم في دعم ومساندة جميع دوائر الدولة، من جملتها وزارة الكهرباء الموقرة، يعني حتى تسهل عمل هذه الشبكات وتغذية مدينة كربلاء المقدسة. ساهمت العتبة بحقيقة بمنح 4 قطع أراضي زراعية لوزارة الكهرباء لإنشاء محطات تحويلية ثانوية تساهم إن شاء الله في تغذية مدينة كربلاء. خصصت العتبة العباسية المقدسة قطع أراض ل4 محطات تحويلية تعزز القدرة الكهربائية لمحافظة كربلاء، وتكون هناك تغذية مستمرة بلا انقطاع، وتبنت إنجاز واحدة منها سيتم تشغيلها بعد إكمال دائرة الكهرباء في المحافظة المرحلة الأولى لمحطتي 132 و133 اللتين تعتبران مكملتين لها.